رجع لنا السكايب تاني من المغرب مع زوم من مع ايبنجي فلورا ايبنجي، طبعا المدير الفني لنادي نهضه بركان. كنا بنساله على دوري ابطال افريقيا وعلى المجموعه الاولى اللي فيها النادي الاهلي والمجموعه الرابعه اللي فيها الزمالك. برحب بيك مره تانية يا مستر ايبنجي. مرة أخرى أشكركم على استقبالكم لي وأتمنى لكم عام سعيد وأتمنى لكم الصحة على الدوام وأن يحفظكم الله من كورونا 19 كوفيد 19 وأن أنا أعود مرة أخرى إلى القرعة لمجموعة الأهلي الأهلي مع فريقان من السودان و الهلال والمريخ ثم فريق من جنوب أفريقيا الهلال والمريخ وسان داونز. إنهم أربعة فرق معتادين على اللعب في هذه البطولة وبالفعل هم يؤدوا فيها بشكل جيد. أعتقد أنها الأمور ستكون صعبة لأن الأهلي هو أفضل فريق في أفريقيا في الوقت الحالي. سان داونز له مسيرة رائعة وله جماهير عريضة تدعمه. أعتقد أنهم الأقرب إلى المركز الأول والمنافسة ستكون بينهما، لكن لا يجب أن نؤكد أيضا أن الفرق السودانية قوية. أؤكد لكم أن يوجد أيضا مدرب النادي الأهلي، أقدم له تحياتي لأنه زميل عزيز وأخ عزيز لي وأتمنى له التوفيق لأنه سيلعب ضد فريقه القديم أيضا وهذه نقطة صعبة، لكنه يعمل باحترافية وبأسلوب رائع ويعلم جيدا كيف يدير المباريات الصعبة. أنها بالنسبة له ليس بالسهل اللعب ضد فريقه القديم، لكنه شيء شيق أيضا. أنا أعرفه منذ زمن بعيد عندما كان يمرن هذا الفريق. أيوة. طيب عايز اسالك برضو عن المجموعه الرابعه اللي بتضم فريق الزمالك المصري طبعا وفريق الوداد المغربي وفريق بترو اتلتيكو الانجولي وسجرادا الانجولي ايضا. شايف مين اللي ممكن يصعد من المجموعه دي؟ دي مجموعه برضو نادي الزمالك النادي المصري بالنسبه لنا. اعتقد انه يوجد ايضا الزمالك والوداد، اعتقد انه حظوظهم اكبر في احتلال المركز الاول والثاني طبقا للتاريخ والاحصائيات، وكما قلت لكم ان في التاريخ في صالح المجموعه الاهلي في صالح الاهلي وسان داونز، واؤكد ايضا ان التاريخ يلعب دوره وانهم واؤكد لكم ان الاهلي والزمالك من افضل الفرق في افريقيا وحظوظهم عاليه جدا في احتلال المراكز الاولى، لكن سنبقى دائما في انتظار الكرة في الملعب كما نقول دائما، وهم ولا نأمن أي فريق لأن المفاجآت واردة في أي لحظة. طيب عايز انتقل إلى بطولة الكونفدرالية وحضرتك طبعا مدير الفني نادي نهضة بركان من الفرق الكبيرة في بطولة الكونفدرالية وحصلتوا عليها قبل كده في الموسم اللي فات، فشيء فرص نهضة بركان في المنافسة على البطولة السنة دي، وايضا عندنا فرقتين من مصر بيراميدز والمصري، فرقتين من مصر، شايف مين الفريق الاكبر المرشح للفوز بالكونفدراليه الافريقيه؟ صعب ان اقول ذلك. هناك فرق قويه جدا ونعم اؤكد انه في فريق بيراميد فريق قوي ايضا ومستواه يصعد بكل عام بطريقه جيده جدا، واعتقد انهم من المنافسين الاقوياء على القمة، وايضا مازيمبي ايضا موجود وهو فريق قوي ايضا وفريق كابيلي شبيبه القبائل من الجزائر ايضا وهم فرق قوية. يوجد أيضا
في أؤكد لكم أن هذه الفرق دائما ما تنافس في على المراكز الأولى، وهذه بطولة كبيرة أيضا، ليست بطولة صغيرة. وكما تعلمون أن الفرق الجزائرية أيضا تصعد في مستواها بشكل متدرج وبقوة. ما لا أستطيع أن أقول من سيحتل المراكز الأولى أو من سيفوز بالبطولة، فهذا صعب. الكرة دائما في الملعب. بالنسبة لفرقتك بقى نهضة بركان، يعني انتوا فرقة دايما بتكسب الكونفدرالية او دايما بينافس على الكونفدرالية، شايف فرصكوا في الفوز باللقب السنة دي ايه؟ اعتقد ان الفريق تغير كثيرا هذا العام، فقدنا 7 عناصر اساسية من الفريق، ونحن في مرحلة اعادة بناء الفريق من جديد، ونعتمد على لاعبين جدد ولاعبين شباب. نحن لدينا فرق من نيجيريا، ولدينا ايضا فريق الدرك الوطني او الحرس الوطني ايضا. اعتقد ان قبل ان نتحدث عن الفوز يجب ان نؤكد ان قبل ان نتحدث عن الفوز باللقب البطولة يجب ان نحتل المركز الاول في البطولة، وهذه خطوات يجب ان نلعب عليها ونعد لها جيدا. نحن ناخذها خطوة بخطوة قبل ان نتحدث عن المركز الاولى او تاريخنا السابق. اتمنى لك كل التوفيق يا مستر ايبينجي طبعا، ومع فريق نهضة بركان، واتمنى لك التوفيق باذن الله خلال الفتره القادمه. بشكرك على وجودك معنا في برنامج كره كل يوم قناه الحياه، بشكرك شكرا جزيلا. طيب بشكر طبعا مستر ايبينجي، وبشكر مترجمنا على اللقاء من المغرب.